رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي لفقرتنا الاخيره ومنورنا فيها اكيد استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في الدستور. مساء الخير على حضرتك، منورنا. الله يخليك يا استاذ شيماء، منوره وسعيد انا موجود في قناه الاهلي. الله يخليك. طبعا في البدايه كده هنتكلم عن مباراه امبارح، مباراه منتخبنا الوطني الاول قصاد سوازيلاند، المباراه اللي انتهت باربع اهداف لهدف واحد. شفت اللقاء ده ازاي؟ حقيقه يمكن لعيبه المنتخب حيرونا امبارح، يمكن شوط اول اكثر من رائع، يمكن كان في شراسه هجوميه قدرنا يعني الصعب اللي احنا نعمله مع منتخب صغير اللي احنا نقدر نجيب اجوان في اول 10 دقائق. الشوط الاولاني كان منتخب والشوط الثاني منتخب ثاني خالص. ده حقيقه يعني الصعوبه كانت في الماتشات السهله دي، نتقابل فرقه سهله ان انت تقدر تهز شباكه في اول 10 دقائق، يمكن جبنا جونين في اول 10 دقائق وكانت الامور سهله جدا ان احنا نتعامل مع المباراه باحسن من كده كتير جدا، ولكن جبنا جونين وبعدها اربع اهداف، ولكن الشوط الثاني تغير الاداء تماما. تشعري ان بقى هناك ثقه في بالنسبه للاعيبه المنتخب ان هم اذا خلاص الفوز بالنسبه لهم بقى متاح بشكل كبير جدا، وتراجع اداء المنتخب في الشوط الثاني. يمكن برضو خلينا نقول ان اجيري في بعض الاخطاء وقع فيها في هذه المباراه، يمكن التغييرات اللي كانت موجوده حتى يمكن ما كانش فيه تغييرات مؤثره، حتى تريزيجيه اللي كان بيأدي اداء كويس جدا مع المنتخب امبارح خرجه لاعب طارق حامد، انا مش عارف ليه كان بيحافظ على النتيجه رغم ان انت بتقابل منتخب صغير جدا. صحيح. منتخب انت فزت عليه في 2013 10-0 في مباراه وديه. اللقاء امبارح ده كان المفروض يخلص كام؟ على يعني انا وجهه نظر انا يعني 6 يعني هنقول يعني زي مباراه النيجر احنا ممكن نفوز 6، ولكن انا يعني في بعض الاخطاء اللي وقع فيها اجيري واللعيبه، يمكن المفروض كان في تعليمات من الشوط الثاني اللي احنا يديهم تعليمات ان هم لازم يحافظوا على نفس الاداء ده في الشوط الثاني، ولكن الاداء اتغير بشكل كبير جدا. حتى تغييراته انا كان في علامات استفهام على تغييراته، احنا المفروض ان احنا حتى ممكن نلعب باثنين راس حربه في هذه المباراه، مفيش مشكله خالص انت تتقابل منتخب لسه صغير في السن. كان المدير الفني المؤتمر الصحفي قبل اللقاء بيوم اكد ان هو بيقول انا عارف ان انا بقابل منتخب قوي، انا نفسي يعني امنياتي ان احنا نحقق اللي احنا نجيب جون، نحرز هدف في منتخب مصر الكبير اللي عنده لعيبه كبيره جدا، وفعلا هو ده يعني هو حقق وتعامل مع المباراه. شفت هدفهم ازاي؟ طبعا يمكن كان في اداه تهاون، يمكن كان في تراخي من طارق حمد في الكوره ديت في الدفاع، انت عارف ان هو اصلا ما بداش تشكيله المباراه عشان كان عنده لو خد انذار في هذه المباراه مش هيغيب عن المباراه. صحيح. مباراه العوده اللي هتقام يوم الثلاثاء اللي جاي، فكان في انت عارف الكره اتقطعت منه، طبيعي طارق حمد من النوع اللي بيبقى عنده شراسه دفاعيه كبيره، ولكن هو ما قدرش يتعامل مع الكوره بشكل كبير جدا، خاف ان هو يلتحم مع لاعبي سويسلاند، وبالتالي برضو محمد الشناوي اخطا. يمكن الكره دايما تعليمات للحراس المرمى ما يكون الكره في وسط ملعبك، حاول ان انت تاخد تبقى قدام يعني قدام عند في السكس يارده كده، عشان خاطر لو في كره حاجه زي كده ممكن تتعمل تيجي هدف، وهم عملوها قبل كده برضو في الشوط الاولاني، ولكن طبعا يمكن اللاعب سويسلاند اتعامل مع الكره بشكل كبير جدا، خد الكره وما رضيش يوقفها وسقطها لمحمد الشناوي. يمكن الشوط الثاني انا لو اديت المنتخب يعني 9/10 هديله الشوط الثاني انا بعتقد انا 3/10، اولا بسبب ان تفايز 4 ما قدرتش تحرز هدف في الشوط الثاني، بالعكس الاداء كان متراجع بشكل كبير جدا في الوقت اللي سويسلاندا اتعاملت مع المباراه بجديه رغم ان هم خبراتهم مش كبيره جدا وغير مصنفين، ولكن قدروا يتعاملوا مع المباراه بشكل كبير جدا. برضو يمكن يعني علامات استفهام كتيره جدا على ضم احمد حسن كوكا، يمكن احمد حسن كوكا دايما يمكن طوال الفتره اللي فاتت دي لعب مباريات كتيره جدا مع المنتخب ولم يؤدي ولم يقدم الاداء المنتظر منه. احنا ما بنتعاملش مع المباراه يعني انا كمدير فني انا بتعامل مع اللعيبه بادائهم في الملعب وليس هم محترفين بره ولا لا، فالواضح كده ان الفتره اللي فاتت ديت كان كوبر بعدها مصر اجيري ضم احمد حسن كوكا بيتعامل معاه ان هو محترف، ولكن هو ما بيجي مع المنتخب ما بيأديش، في عناصر كتيره موجوده وبتأدي، وليه في النادي الاهلي ليه علامات استفهام ما بيتضمش ليه؟ يعني لازم ياخد فرصه زي ما انت بتديت فرصه لوجوه جديده في ماتش النيجر والماتش اللي فات ده، لابد ان في ناس كتير، اسلام عيسى لعيب كويس في المصري، في لعيبه موجوده، في محمود علاء في نادي الزمالك، لابد الناس دي تاخد فرصه. انما محمد حسن كوكا انا علامه استفهام كبيره جدا على ان هو يلعب في المنتخب المصري، واعتقد ان هو حتى يمكن كبر في كاس العالم استبعده، يعني قعد فتره طويله جدا استبعده، مش عدم اقتناع بيه، عدم اقتناع بيه طالما يعني هو قعد. انا كنت من وجهه نظري وبتكلم دايما بقول صلاح محسن لو خد فرصه في المنتخب قبل كاس العالم بسنه
ونقدر نديله فرصه اكتر من مره، اللاعب ده كان هيبقى له مؤثر. لعيب صغير عنده طموح كان يقدر ياثر ويقدر يظهر بشكل كويس مع المنتخب في كاس العالم. انما ولكن برضو ضم احمد حسن كوكا وهو مش مقتنع بيه، وفي الاخر وكلامي صحه كلامي ان هو تم استبعاده من كاس العالم وبعد ضمه فتره طويله. فيعني احنا كسبنا 3 نقاط ولكن في علامات استفهام. النقطه الاخطر والخطيره بقى الفتره يمكن في هذه المباراه، يمكن كان كلام كتير جدا حصل ما بين الطبيب المنتخب طبيب ليفربول وطبيب المنتخب الدكتور محمد ابو العيله على محمد صلاح انه عنده شايف ان محمد صلاح اصلا ما كانش المفروض يلعب المباراه دي. لا هو لو انت هتنزليه يبقى تديله شوط، يعني مثلا انت اطمئنيت للنتيجه 4-0 في الشوط الاولاني، لو انت عاوزه تلعبيه عارفه ان ده لعيب كبير والمنتخب ما يستغناش عنه. ولكن انا لو حسيت ان اللاعب ده عنده ارهاق خلاص انا اطمنت النتيجه 4-0، اعتقد النتيجه كده مطمئنه بشكل كبير جدا طبعًا. ونقدر نزود، يعني نقدر طبعًا. نزود بعدد من السكور. كان المفروض محمد صلاح في الشوط الثاني كان خرجه على الاقل نستفاد منه في المباراه القادمه. دلوقتي خلاص يعني محمد صلاح مش موجود في مباراه العوده، ودي هتبقى مباراه مهمه جدا رغم ضعف المنتخب. ولا احنا اجيري برده في الاخطاء اللي وقع فيها دي برده ممكن تكلفه كتير في الماتش. لا واكيد ممكن يكون هيتفاداها في اللقاء القادم يعني. هيتفاداها بس لما يكون عندك نجم زي محمد صلاح وانت فايزه 4-0 نريحه، طالما في جدل عليه وفي كلام حصل ما بين طبيب ليفربول وطبيب المنتخب ان الراجل عنده ارهاق، فالمفروض انا اتعامل بذكاء وبحنكه كمدير فني للمنتخب، اديله الشوط الاولاني الامور استقرت عندنا جايبين 4 اهداف يعني نتيجه كبيره جدا، خلاص يطلع محمد صلاح في الشوط الثاني وادي الفرصه لاي لاعب اخر، وخاصه انت كده اطمئنت للنتيجه. فاحنا استفدنا ايه؟ يعني محمد صلاح نزل الشوط الثاني يعني جات له اصابه، وده كان اكيد ان في اعلى الراجل عنده ارهاق، وده تم استبعاد محمد صلاح نجم المنتخب من مباراه العوده اللي تقام يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. للاسف. طيب انا عايز اسالك مثلا المنتخب شكله اتغير ازاي تحت قياده اجيري، بس في نفس الوقت احنا ما شفناش اجيري بيقود منتخبنا الوطني الاول غير في مباراه النايجر ومباراه سوازيلاند، فالمنتخبين اصلا مش مقياس ان هم يوروا لنا منتخبنا اصلا عامل ازاي صحيح. او حقيقته عامله ازاي. يعني انا بقول لحضرتك احنا فزنا 4-0 وفزنا 6-0 وفي علامات استفهام على اداء المنتخب صحيح. ده معناه ايه؟ ان لسه ما ظهرش بصمات مستر اجيري، خاصه ان انت يعني 4-1 خاصه ان انت يعني ما فيش الماتش اللي 6 وماتش 4-1 لسه برضو الملامح بتاعه المنتخب ملامح مستر اجيري. اعتقد كل الاختيارات الفتره اللي فاتت ديت دي بناء على اختيارات كابتن هاني رمزي، هو اللي اختار كل يعني حتى كان في كلام مع كابتن هاني رمزي لما اعلن مجلس اداره اتحاد الكره تعيينه كمدرب مساعد، راجل جهز نفسه من قبل ما يعلنه رسمي مجلس اداره اتحاد الكره ان هو تم اختياره كمدرب مساعد، بدا محضر داتا لكل اللاعبين اللي موجودين. واعتقد معظم لاعبي المنتخب 90% من لاعبي المنتخب اللي موجودين دلوقتي دي بيختار هاني رمزي هو الادرى، وهو اللي كان موجود مصر اجيري لسه متعرف عليه. وعشان نحكم على اجيري يعني خلينا في دلوقتي في ناس عندها نظره تشاؤم شويه من اداء اجيري او من طريقه اللعب بتاعت اجيري. الماتش اللي جاي ماتش تونس اعتقد هو هيبقى يكون المقياس الحقيقي للمنتخب ولمصر اجيري. يعني اتمنى ان شاء الله نشوف مباراه افضل، نتمنى يكون التغييرات موفقه، نتمنى الاداء يكون احسن، نتمنى ان يكون الطموح بتاع المنتخب. ايه الفرق ما بين المنتخب الحالي ومنتخب كابتن حسن شحاته؟ يمكن كابتن حسن شحاته طلب بطولات افريقيا 2006 2008 و2010، الفرق فين بقى؟ الفرق ان كان في طموح وفي رغبه للفوز في المنتخب في وقتها، كان اللعيب اللي بينزل يعني كان 3 لعيبه المحترفين كان احمد حسام ميدو والمحمدي، ويعني ما فيش لعيبه موجوده كتيره كانت موجوده محترفين صحيح. ولكن كان في اداء وفي رجوله، اللي احنا بنقصنا لحد الان الروح القتاليه في الملعب. اعتقد ان احنا موجودين 12 لعيب محترف في منتخب مصر، فلو في روح مع كثره المحترفين الموجودين في المنتخب مع عدد كبير جدا، بقت القاعده كبيره جدا لاجيري انه يختار لعيبه موجوده في الانديه بتتالق، اعتقد ان احنا نكون شكلنا احسن من كده بكتير. اتمنى ان شاء الله ان نتدارك الاخطاء اللي وقع فيها اجيري في الماتشات اللي جايه، واعتقد الماتش اللي جاي مهم جدا لسويسرلندا، اتمنى برضو ان احنا نحقق نتيجه واداء. احنا دلوقتي كوبر مشي من المنتخب رغم ان احنا وصلنا لكاس العالم عشان كنا بيحقق نتيجه بس ما كانش في اداء صحيح. اتمنى يعني النظريه تبقى موجوده، المعادله تبقى موجوده، اداء ونتيجه. خلينا نرجع نتكلم برضو على محمد صلاح تاني. محمد صلاح اتبعت جواب من ليفربول بيطلب من منتخبنا الوطني الاول عدم اشراك محمد صلاح لان اللاعب مجهد، وبرضو تم التصميم على اشراكه في الشوطين، اللاعب خرج باصابه. يعني
شايف كان ممكن نستغنى عن وجود محمد صلاح عشان على الاقل نضمن ان هو يكون موجود يعني في المباراه القادمه او في لقاء تونس؟ يمكن هو كان في تصريحات للكابتن هاني رمزي قال ان هو لم يصل اي خطاب رسمي لاتحاد الكوره او للمنتخب بعدم مشاركه محمد صلاح، ولكن كان اللي حصل بالظبط ان كان في اتصال تليفوني، ما كانش في حاجه رسميه وصلت ما بين طبيب ليفربول وطبيب الكابتن دكتور محمد ابو العيلة. اعتقد ان انا لو حتى هيتشارك، انا من وجهه نظري انا كان يشارك الشوط الاولاني لو انت عاوز تشاركه، اساسي ان انت تطمئن النتيجه، وبعد كده زي ما بقول لحضرتك يعني يتم استبداله في الشوط بدايه الشوط الثاني. يمكن كان الشوط الثاني نبدا الشوط الثاني ومحمد صلاح مش موجود، ولكن يمكن ما اعرفش ليه الجهاز الفني خاف من المباراه، ليه مستر اجيري انت جايب اربعه وممكن تجيب اربعه وخمسه كمان. انا يعني انا علامات استفهام كبيره جدا على الاصرار وعلى استمرار محمد صلاح في الشوط الثاني. ويمكن زي ما بقول لك كده وقلنا دلوقتي ان المنتخب مصر هيخسر لعيب كبير جدا في مباراه العوده، واعتقد ان خروج النهارده الكابتن محمد صلاح من قائمه مباراه العوده وتاكيدات الجهاز الفني انه مش هيكون موجود في مباراه العوده، ده اكيد حصلت اتصالات ما بين الجهاز الفني للمنتخب او ما بين الجهاز الطبي للمنتخب والجهاز الطبي لليفربول، وده بناء على الاتصالات دي تم استبعاد محمد صلاح من مباراه العوده. واتمنى ان شاء الله محمد صلاح طبعا لعيب كبير ان هو الاصابه اللي جات له دي هو في شد في العضله، ولكن يعني كان في كلام ان هي مزق، طبعا مزق بتختلف كتير جدا طبعًا ممكن يقعد شهرين او ثلاثه طبعا نقول، بس يعني التشخيص المبدئي ان هو شد في العضله، واتمنى له طبعا ان هو يعود بسرعه جدا للملاعب. محمد صلاح لعيب مهم، لعيب عالمي، كل مصر كلها بتدعي له وتمنى له التوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه. بمناسبه الكلام على محمد صلاح دلوقتي مرشح لجائزه البالون دور او الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول، شايف الإنجاز ده عامل إزاي؟ محمد صلاح وقت ما نقول محمد صلاح يبقى نحط جنبها مليون إنجاز. محمد صلاح اعتقد ان هو مفيش لاعب مصري سيحقق ما حققه محمد صلاح. محمد صلاح هي رفع سقف الطموح لكل الشباب يعني رفع اسم الكره المصريه والكره العربيه بشكل كبير جدا. مصر طبعا. محمد صلاح لعيب كويس جدا. محمد صلاح يعني عاش فتره صعبه جدا في البدايات وكان عنده طموح، وهو يعني ميزه هذا الولد ان هو قريب من ربنا قوي جدا. وخلي بالك في عندنا مليون واحد زي محمد صلاح، ولكن التوفيق محمد صلاح ربنا موفقه عشان هو يستاهل. عندنا يعني في لعيبه كتير زي محمد صلاح وربما في المهاره ممكن تفوق محمد صلاح، ولكن الميزه بتاعت محمد صلاح ان هو قريب من ربنا، مركز قوي، عارف امتى ما يكون مركز في تدريباته، امتى يكون مركز في ماتشاته، امتى ما يكونش مركز. فهو دي ميزه عند محمد صلاح، ونتمنى له التوفيق طبعا بغض النظر عن اي شيء محمد صلاح حصل على هذه الجائزه او لم يحصل على هذه الجائزه. يكفي ان هو كان موجود من ضمن افضل ثلاث لعيبه في العالم طبعا. فده انجاز للكره طبعا. المصريه وانجاز للكره العربيه. بدايه محمد صلاح في الموسم الحالي مقارنة ببداية محمد صلاح في الموسم الماضي عامل ازاي؟ يعني طبعا يمكن اللي شاف محمد صلاح الموسم الماضي واحرزه حوالي 44 هدف مع ليفربول طبعا، فده كان انجاز كبير جدا. المشكلة بس ان محمد صلاح الموسم ده ما بيجيبش اهداف كتير، يعني في صعوبة في احراز الاهداف، وده اللي مخلي الناس كلها بتبص لمحمد صلاح ان مستواه متراجع. محمد صلاح مش مستواه متراجع ولا حاجة، ولكن هو مشكلته ان هو ما فيش توفيق هذا الموسم بس يعني، ولكن يعني البدايه اكيد البدايه كانت الموسم الماضي بدايه قويه جدا لمحمد صلاح. صحيح. البدايه السنه دي الى حد ما مش نفس البدايه، على اساس ان هو الاهداف ما فيش اهداف بيحرز اهداف كتير، ودي اللي عامله مشكله ودي اللي قلق الجمهور. ولكن محمد صلاح نجم كبير، واعتقد ان هو لو الامور مشيت معاه في ماتش ومباراه ومباراتين ان شاء الله نشوف محمد صلاح بتاع الموسم الماضي ان شاء الله. صحيح. طيب بعيدا عن المنتخب الوطني الاول، نرجع بقى ونتكلم عن البطولات المحليه وبالتحديد على كاس مصر ودور ال 32 لكاس مصر. شفتوا لقاءاته ازاي؟ طبعا يمكن حصلت يمكن ربما كانت تحصل مفاجات في دور 32. انت عارفه دايما ان كاس مصر معودنا على مفاجات، ويمكن عارف هي مباراه، هي بطوله المفاجات، هي متعودين على كده عشان هي مباراه بتخسري فيها بتخرج. الدوري بيبقى بطوله النفس الطويل زي ما بيقولوا. ولكن اعتقد ان يعني كل الانديه يمكن كان في ماتشات صعبه جدا، ماتش طبعا الترسانه على النادي الاهلي، برضو انا بعذر النادي الاهلي يمكن في غيابات كثيره، في لعيبه موجوده في المنتخب. النادي الاهلي عنده مستشفى. صحيح. ودي حقيقه يعني الله يكون في عون المدير الفني النادي الاهلي، بيعاني كتير جدا، كل ما لعيب يرجع للمباراه بتلاقي لعيب تاني اصيب في عدد كبير جدا من اللعيبه الاساسيه. وانت عندك لو عندك لعيب واحد بس عنده اصابه ولعيب اساسي في معاك في الفرقه، لو هو غاب بيعمل اختبارات، بيعمل ارتباك في الفرقه كلها، ما بالك بقى ما بيكون عدد كبير جدا من اللعيبه. يمكن يعني النادي الاهلي رغم يمكن فوزه كان متاخر على الترسانه، ولكن دي مباراه كاس مصر، واعتقد ان انت بتعدي مرحله، ونفس الامر
على نادي الزمالك برضو كان في معاناه ان هو يقدر يعدي مركز شباب من السمنود، وده طبيعي جدا في ماتشات كاس مصر، خاصه ان ما يكونش فيها اللعيبه الدوليه بتبقى بتشارك. ولكن طبعا بعيد عن اي حاجه ما اعتقدش ان حصل اي مفاجات في دور ال 32 لمسابقات كاس مصر. طيب النادي الاهلي طبعا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي عنده نقص عددي كتير جدا بسبب الاصابات، شايف باتريس كارتيرون هيتعامل ازاي مع المشكله دي في اللقاء القادم ان شاء الله، لقائنا مع وفاق صطيف الجزائر. ان طبعا كان زي ما بقول لحضرتك كده، يمكن اعتقد ان الفتره الجايه دي تشهد عوده عدد كبير من اللاعبين. كان عمرو السوليه عادل الماتش اللي فات، يمكن بس اللي ربما اللي يغيب عن الماتش الاياب مع وفاق صطيف علي معلول اصابه. طبعا علي معلول هيغيب ما يقرب من 3 اشهر، وفي كلام النادي الاهلي بيسعى ان هو يسافر المانيا لتخفيض المده دي، ان هو لو سافر المانيا ممكن يخفض المده دي، يبقى في علاج تاهيل كويس، ممكن ربما يغيب شهر ونص شهرين. طبعا علي معلول يمكن النادي الاهلي يخسره في هذه المباراه، مباراه مهمه جدا 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 جدا، لعيب عنده خبرات، لعيب دولي بيظهر في الماتشات الثقيله. انا دايما بقول اللعيب ده فورمه او لا، او اللعيب ده عالي ولا لا في الماتشات الصعبه. دايما علي معلول بيظهر وبيبقى له بصمه كبيره جدا في ماتشات الاهلي الصعبه، خاصه في بطوله افريقيا، فالاهلي هيفتقده. ولكن اعتقد ان وليد ازارو راجع، عمرو السوليه راجع، يعني الفتره الجايه في ماتش للنادي الاهلي، ماتش ودي اعتقد ان هو يوم الاثنين اللي جاي، ماتش ودي طبعا بعد تاجيل مباراه الداخليه، كان في عنده مباراه للداخليه في الدلة الاسبوع الماضي، يعني تجهيز عدد اكبر. عدد من اللعيبه، هي هتبقى مباراه صعبه جدا جدا جدا. يمكن انا اتمنى طبعا النادي الاهلي طبعا عنده خبرات كبيره وبطل افريقيا وبيقدر يتعامل مع هذه المباريات، ان الشوط الاولاني يقدر النادي الاهلي يخطف هدف، هتفرق معاه كتير جدا. المباراه ديت عاوزه الخطف، يعني النادي الاهلي. انت كنت شايف ان المفروض في مباراه هنا اللي كانت على دار السلام، على ملعب السلام عفوا، كان المفروض ان هي تنتهي بنتيجه اكبر من لا هدفين. احنا كان نفسنا ان تنتهي بنتيجه اكبر، ولكن انت عارفه دي ظروف يمكن المباراه. لو كانت انتهت ب3-4 لا 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 يعني مش مقياس، هي بتريحك الى حد ما، كل ما العدد الاهداف يزيد بيريحك، ولكن دايما ما بتقدريش تطمني الا في مباراه الاياب. مباراه الاياب ممكن يحصل فيها حاجات كتير جدا. فالنادي الاهلي فاز بهدفين، ولكن لسه الامور بالنسبه له صعبه. انا اتمنى من النادي الاهلي التعامل مع هذه المباراه، وطبعا بخبراته وباللعيبه اللي موجوده، باللعيبه الدوليه، بكل النجوم اللي موجوده في الاهلي قادرين يتعاملوا مع هذه المباراه. اتمنى ان النادي الاهلي يحرز هدف في الشوط الاولاني في هذه المباراه، اعتقد الامور هتتغير، هيرفع من معنويات لاعبي النادي الاهلي. وفي نفس الوقت يعني سر اللقاء ده هيكون احراز هدف مباراه، يعني هيريحك في هذه المباراه. الامور هتتصعب على وفاق الصيف، يعني طول ما انت هتكون نتيجه 4 على الاقل خالص، احنا 4 اهداف وده هتبقى صعبه جدا. في الوقت اللي هيترفع فيها معنوياتك هيجي لهم احباط ان هم يحرزوا 4 اهداف في النادي الاهلي، فالامور هتبقى صعبه. بغض النظر عن اي حاجه، نتمنى النادي الاهلي يتعامل مع هذه المباراه بشكل كبير جدا، بشكل خبره، بخبراته الكبيره، واي فرصه، يا ريت اي فرصه تتاح للنادي الاهلي لوليد ازارو لاي موجود استغلها طبعا. واتمنى طبعا صلاح محسن يكون موجود في هذه المباراه. صلاح لعيب كبير صغير في السن، ولكن لعيب عنده. مين اللعيبه اللي ظهروا في المباريات اللي فاتت شدوا انتباهك؟ هو يعني انا دايما بتكلم على صلاح محسن لعيب كويس. مين تاني وجوه جديده شدت انتباهك؟ يعني انا في اللي اتضموا للنادي الاهلي، يعني ما في، يعني ما اقدرش اتكلم على، بس هو صلاح محسن هو اكثر اللعيبه اللي في النادي الاهلي اللي هم بيعجبوا. اسلام محارب برضو بيظهر بعض الفترات، وليد سليمان طبعا نجم كبير في النادي الاهلي. يعني بس هو صلاح اعتقد ان هو اهم لاعب في النادي الاهلي الفتره اللي جايه ديت، لعيب عنده حماس كبير جدا، لعيب عاوز يثبت نفسه في النادي الاهلي، عارف قيمه فانله وقميص النادي الاهلي. اعتقد ان هو لو موجود في هذه المباراه هيكون له عامل مؤثر كبير جدا مع النادي الاهلي في هذه المباراه. وطبعا انت عارفه مباراه شمال افريقيا بتبقى مباراه صعبه جدا. نتمنى النادي الاهلي بس يعني يمكن في المباريات اللي فاتت، الماتشين اللي فاتوا ظهروا وجوه جديده على النادي الاهلي، مثلا لو قلنا علي لطفي في حراسه النادي الاهلي، واحمد علاء، وبالنسبه لعلي لطفي بالتحديد لو بس انا علي لطفي هل نقدر لا لا انا ما علي يعني انا دي؟ علي لطفي بقى يعني هو في بعض الاخطاء وقع فيها في الماتشات اللي لعب فيها استقباله 5 اهداف كتير جدا كتير، يعني يمكن في اهداف برضو يقص على عنها
في الهدف الثاني في مباراه الترسانه، كره في زاويته وعلى الارض ويقدر يمتلك هذه الكره، بس ولكن ما قدرش يتعامل مع الكره، وعنده لسه محتاج لسه خبرات. يعني علي لطفي برضه انت عارف عشان تلعب في النادي الاهلي وتبقى حارس اساسي في النادي الاهلي محتاج خبرات كتيره جدا. فاعتقد هو بقاله تقريبا سنه ما بيلعبش. ما هو بعيد، ما احنا برضه نعذره، برضه احنا نقول عذره، ولكن النادي الاهلي مشكلة. بس هو ده مركز حراسه المرمى عامه، بس هي مشكله النادي الاهلي، مشكله الانديه الكبيره ان هو بيديك الفرصه ما قدرتش تستغليها في مليون واحد من السنه. فدي يعني في لعيب بيستغل الفرصه ويكون بعيد عن المستوى ربنا بيكرمه وبيقدر. طبعا عدم الاعتماد على شريف اكرامي كان بسبب ان هو عنده في افريقيا فمش هيلعب، وده طبعا تفكير كويس جدا من الجهاز الفني النادي الاهلي. وهي النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك والانديه الكبيره باذن الله ان شاء الله يكون محمد شناوي هو حارس المرمى. اكيد يعني محمد شناوي امبارح كان موجود، وان كان في بعض يسال عن الهدف اللي جه فيه مشاركه مع طارق حامد بسبب تقدمه، زي ما بقول لحضرتك كده المفروض كحارس في المنتخب المفروض يتعامل مع هذه الاخطاء بشكل افضل. انا لما اكون الكره في نص ملعبي اللي انا لما اكون راجع في 6 يارد افضل يعني. ولكن محمد شناوي طبعا اكيد هو اللي هيكون الحارس للنادي الاهلي في مباراه الاياب، واتمنى له التوفيق ان شاء الله. يعني وعلى لطفي اعتقد ان هو المفروض يعني يشتغل على نفسه الفتره اللي جايه اكتر من كده عشان يكون متواجد ويكون دايما كارترون معتمد عليه، ان في اي غياب شريف اكرامي او الشناوي بيبقى عنده يعني يعتمد عليه وعنده ثقه في هذا الحارس. طيب خليني اسالك عن الدوري المصري الممتاز، واحنا دلوقتي في الجوله او عدينا بالجوله العاشره من الدوري المصري الممتاز، شفت ايه اهم الظواهر اللي حصلت في الدوري في الموسم الحالي؟ لا ما فيش، يمكن يمكن في عدد كبير من الفرق اللي موجوده دلوقتي، يمكن بس هو بعيد المقصه. انا يعني الموسم الماضي طبعا كان بيقدم مستويات رائعه، بعيد دلوقتي عن المنافسه، خسر عدد كبير من المباريات، يمكن بقت في فرق دلوقتي بتنافس على بطوله الدوري بشكل كبير جدا، ولكن يبقى صاحب النفس الطويل دايما على طول. احنا يمكن في الدور الاولاني في فرق كتير بتظهر وتيجي في الدور الثاني تختفي، فده احنا متعودين. اصحاب النفس الطويل هم اللي بيقدروا ينافسوا على بطوله الدوري زي الاهلي زي الزمالك، يمكن بيراميدز برده بيقدم مستويات رائعه مع هذا الموسم وعامل حاله موجوده برده مع الانديه الموجوده، وده مدي حماس للدوري المصري. ولكن بعيد عن اي حاجه يعني الدوري هذا الموسم انا بعتقد ان هو من افضل الدوريات في هذا الموسم، ولكن هي النقطه الوحيده اللي بتكلم عليها يمكن مساله التحكيم الفتره اللي دي يعني السنه دي كان من اصعب كوارث تحكيميه من اصعب المواسم، بدايه طبعا من مباراه الانتاج الحربي والنادي الاهلي. ده كتير يعني الاهلي اتظلم وفي انديه كتير اتظلمت، يعني انا لا علامات استفهام كتير، لكن يمكن مباراه النادي الاهلي والانتاج الحربي دي يعني كانت واخده سكسيه كبير قوي. لا ما هو عشان انت في هدفين النادي الاهلي، يمكن اللي صار ازمه كمان ان النادي الاهلي تعادل في هذه المباراه وفاز في هدف صحيح وفي ضربه جزاء يعني غير مشكوك في يعني هدف ضربه جزاء صحيحه مليون في الميه. يمكن التحكيم هذا الموسم في ضغوط كتير جدا على الحكام، في ضغوط انا شايف في ضغوط على الحكام بشكل كبير جدا. الحكم بينزل دلوقتي ما عندوش الثقه بنفسه زي الموسم السابق. يمكن الموسم السابق من افضل مواسم تحكيميه. ازاي نحل مشكله التحكيم؟ لا دي مشكله التحكيم ديت محتاجه الانديه برضو ان هم يوقفوا شويه مع الحكام، يعني محتاجه الانديه يعني ايه يعني يستحملوا اخطاء يعني مثلا؟ يعني هو يعني هو كده كده الحكم هيخطا، كده كده هيبقى فيه اخطاء. فانا اما ابني مثلا يخطا واتعامل معاه بشكل حاد هيخاف قوي، فممكن يقرر العقاب ده بشكل تاني. فانا برضو الانديه مطالب بيا ان هي الفتره اللي جايه ديت تقف مع الحكام الى حد ما، يعني تدهم الثقه تاني. الحكم لو ما عندوش ثقه فاكيد هيعمل كوارث الفتره اللي جايه دي. وانا برضو انا ما شايف الانديه في بعض الانديه يمكن النادي الاهلي طلب حكام اجانب، من حقه طالما حس ان هو متضرر من حقه انه يطلب حكام اجانب، ولكن دي بتخلق برضو عدم ثقه بالنسبه للحكام. انا اعتقد الحكام محتاجين تدريبات كتيره، محتاجين ان هم يكون عندهم تركيز في الماتشات كتيره جدا. يمكن الاخطاء اللي بيقع فيها الحكام اخطاء كارثيه، يعني اخطاء بتبقى متشافه، فدي المشكله دي اللي بتعمل الازمه. يعني في خطا انا ممكن انا وانت نتجادل عليه ان ده لا ده ضربه جزاء، لان ده مش ضربه جزاء. لا المشكله بقى لما يكون في ضربه جزاء حقيقيه دي اللي بتحصل المشكله. صحيح. او تسلل او هدف محقق ما فيش له اساس من الصحه ان تحسبه تسلل، دي بتثير الازمه من هنا في وقت كده. فالحكام برضو كابتن عصام عبد الفتاح محتاج برضو انه يشتغل الحكام الفتره الجايه. يمكن هو عاملين توأمه مع الاتحاد التونسي، عاملين توأمه مع الاتحاد المغربي خلال الفتره الجايه دي بقى لتبادل الحكام. يمكن في طاقم تحكيم تونسي جه ادار مباراه بيراميدز والمقاولين وظهر بشكل كويس، في برضو طاقم مصري. انت شايف ان التوأمه دي مفيده للتحكيم المصري؟ هي يعني هي بتقلل الحديه شويه ان الحكم ده يقول لك ده اهلاوي او زمالك
زملكاوي او او او, أو اي لون، يعني فاهماني، بتقل الحديه شويه بالنسبه للانديه. في انديه دايما متضرره تقول لك يعني مثلا الاهلي او الزمالك الحكام دايما الحكام بيحكم معاك، فدي بس بتقلل الحديه شويه. ولكن انا على اتحاد الكوره ان كان في توأمه كان المفروض يعلنها من بدايه الموسم ان في توأمه على الحارس، مش في يوم وليله. يعني مثلا حتى حكام بيراميدز والمقاولين جم ما بين يوم وليله، يمكن مجلس اداره وافق ان هو يجيب لجميع الانديه ان هم يستقطبوا اي حكام هم عاوزينه ويدفعوا 15000 دولار. ولكن احنا فوجئنا بعد القرار، كان اجتماع المجلس قبلها بيوم، ان كان في حكام موجودين من تونس في هذه المباراه. اتمنى ان كان يبقى في اتفاقيه كانت تظهر من الاول، يتم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي عشان الانديه تبقى كلها تبقى عارفه. ولكن بعد ما الدنيا يعني يصير كتير جدل على الحكام، بدأوا يعلنوا انه في هناك توأمة، وفي هناك توأمة اخرى مع المغرب ومع الاتحاد الجزائري المفروض تفعيلها خلال الفترة اللي جاية. طيب نرجع مرة تانية للقاء الهام، لقاء النادي الاهلي ان شاء الله مع وفاق سطيف الجزائري يوم 23 اكتوبر الجاري. شايف اللقاء ده هتكون خطورته في ايه؟ يعني طبعا من متابعتك لمباراة الذهاب، شفت ايه هي نقط الخطورة اللي موجودة طبعا في الفريق؟ يمكن لعيبة شمال افريقيا كلها لعيبة ما عندهاش حتة اليأس، وخاصة اللي على ارضها وسط جمهورها بتبقى الماتشات صعبة. يعني دايما ماتشات العامل الجماهير بيبقى الجماهير صعب جدا، واللعيبة نفسها بتبقى نازلة، وكمان بالاضافة لعامل الارض، لان المباراة دي تتلعب على مباراة على ملعب نجيلة صناعي، فده اكيد ممكن يكون يسبب ازمة للنادي الاهلي طبعا في هذه المباراة. ولكن دايما يمكن مباراة النادي الاهلي او مباراة مصر مع دول شمال افريقيا او مباراة الاندية مع اندية شمال افريقيا بتبقى مباراة صعبة جدا. صحيح. بتبقى مباراة حساسة بالنسبة لي. الفريق بيدخل هذه المباراة وتركيزه كله انه يفوز على سواء منتخب، ان هو يفوز على منتخب مصر او فريق من مصر ان هو يفوز عليه، فتبقى دي بتبقى مباراة صعبة جدا. محتاجة طبعا خبرات كبيرة جدا، واعتقد النادي الاهلي عنده لعيبة عندها خبرات كبيرة جدا تقدر تتعامل في هذه المباراة بشكل كبير جدا. يمكن النادي الاهلي افريقيا للرجال. يعني صحيح، دي حقيقة. يمكن النادي الاهلي محتاج ان هو يكون مركز بشكل كبير جدا، عنده خبرات، عارف امتى يقف على الكورة، عارف امتى يهجم، عارف امتى يرتد في الدفاع، عارف امتى يعتمد على الهجمة المرتدة، ودي خبرات بتيجي مع الفترة الطويلة. والنادي الاهلي طبعا انت عارف قميص النادي الاهلي قدام اي فرقة تانية بيبقى يخلق نوع من الحماس لاي فرقة بتقابل النادي الاهلي. تتوقع كارتيرون هيعمل ايه في اللقاء ده تحديدا مع الاصابات بقى اللي موجوده دي؟ لا، انا اعتقد ان كارتونين هيعتمد ان هو يحافظ على شباكه، يعني تعليماته الاساسيه ان هو يحافظ على الشباك. طول ما احنا تفايز هنا 2-0 هيحافظ على الشباك، وممكن يعتمد على الهجمه المرتده، يعتمد على كوره، على اوفر، على يعتمد على 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 ركنيه. يعني شايف ان هو مش هيلعب مباراه دفاعيه، لا ممكن يلعب مباراه مفتوحه، هيفتح المباراه بس بحذر شويه. يعني انت برده انت بتقابل المنتخب خاصه الشوط الاولاني، الشوط الاولاني هيبقى فيه حذر، هيبقى فيه خوف، هو عاوز برده يهدي الامور، عاوز يهدي اللعيبه نفسيا، فهو هيعتمد في هذه المباراه على 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 ان هو يقدر يحافظ على شباكه نظيف، في قدر في هجمه مرتده او في كورنر او في كره ثابته او ربنا كرمه ضرب جزاء يقدر يحرز هدف، فالامور هتتغير بشكل كبير جدا. ولكن هي اهم حاجه في هذه المباراه ان انت تحافظي على شباكك، ما يعني تحافظي على شباكك في الشوط الاولاني، وده كرتون اعتقد ان هو يعني هيدي جرعه كبيره جدا للاعيبته ان ما يتمش هز شباكه في الشوط الاولاني. يفرق كتير قوي لو ركزوا النادي الاهلي والشوط الاولاني خرج بفوز النادي الاهلي او تعادل، تفرق كتير جدا في معنويات ولاعيبي النادي الاهلي في الشوط الثاني. وبغض النظر عن اي حاجه، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباراه، واعتقد ان اتمنى انصاف الفرص، يا ريت اي حد هيجي له فرصه في اي وقت في الشوط الاولاني في الشوط الثاني ان هو يستغلها. الماتشات ديت محتاجه ممكن فرصه واحده تقلب لك المباراه. أكيد. نتمنى ان يبقى في تركيز كامل كامل جامد زي ما من بدايه محمد الشناوي لحد راس الحربه، راس الحربه او اي لعيب يتاح له اي فرصه قدام مرمى فاق الصيف، يا ريت اتمنى ان هو يوفق فيها ويحرز هدف، هتفرق كتير مع النادي الاهلي. اكيد. استاذ رامي، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونرجع لحضرتك تاني يا استاذ رامي. لسه بنتكلم عن مباريات النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، كنت بتكلم عن اللقاء القادم قصاد وفاق سطيف الجزائري، قلت ان ده هيكون لقاء حاسم ولقاء صعب. طبعا يمكن زي ما بقول لحضرتك كده هيبقى طبعا النادي الاهلي انت عارفه قصته.
هي اتعود على مثل هذه الاجواء. مفيش بالنسبه للنادي الاهلي بيتعامل مع كل مباراه، مفيش مباراه صعبه، مفيش مباراه سهله، المباراه سواء على ارض او خارج ارضه بيقدر بيتعامل مع المباراه بجديه بشكل كبير جدا. وده اللي مميز النادي الاهلي عن جميع الانديه اللي موجوده في مصر يعني، والبطولات الكتيره، مشاركاته في كاس العالم للانديه. ده اكيد النادي الاهلي عارف صعوبه هذه المباراه، وعارف انه بيقابل فريق قوي جدا. صحيح. عنده طموحات كبيره جدا، والجمهور كمان عنده طموح كبير جدا. طبعا النادي الاهلي يعني عود جماهيره من 2013. يعني النادي الاهلي يمكن خد بطوله الكونفدراليه، كانت مهمه بالنسبه للفتره اللي فاتت دي. فالنادي الاهلي طبعا معود جماهيره ان هو ما عندوش مباراه صعبه ومباراه سهله، بيجتهد، بيقدر يحاول بقدر الامكان ان هو يجتهد بشكل كبير جدا، بيبقى عنده روح في اي مباراه صعبه. طبعا يمكن النادي الاهلي معود كمان جماهيره ان ما عندوش حاجه اسمها يعني انتهت المباراه، ما بتنتهيش مع النادي الاهلي الا بعد صفاره الحكم، ودي هتبقى اعتقد ان هيبقى في مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي زي ما بقول لك كده، ومطالب بها النادي الاهلي ان هو يقدر يتعامل معاها بشكل جدي، ويقدر يتعامل معاها وعنده خبرات زي ما بقول لحضرتك، عنده خبرات كبيره جدا. واتمنى طبعا ان يظهر النادي الاهلي ويقدم المستوى المنتظر منه في هذه المباراه، طموحات كل الجماهير المصريه طبعا بغض النظر اي حاجه. احنا طبعا بيمثل مصر البطوله الافريقيه، لو النادي الاهلي قدر يحرزها طبعا ده حاجه كويسه جدا الكره المصريه بشكل كبير جدا. واتمنى طبعا بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي، وبيسعى ان هو يكون موجود فيها ودايما في منصات التتويج. فاعتقد ان هي مرحله صعبه، يعني الماتش الجاي هيبقى ماتش صعب جدا. خلينا نتفق ان هو مباراه بتقابل وفاق الصيف احد الانديه الجزائريه المهمه على ارض وسط جمهوره. المباراه عارف النادي الاهلي وعارف كارتيرون ولاعيبته ان هي المباراه لن تمر مرور الكرام بسهوله جدا، فهيتعامل معاها. اتمنى طبعا التوفيق في هذه المباراه ان شاء الله. ويرجع النادي الاهلي وصعد للمباراه النهائيه باذن الله يا رب ان شاء الله. طيب من امبارح للنهارده سالنا الجمهور بعد لقاء منتخبنا الوطني الاول قصاد منتخب سوازيلاند، المباراه اللي انتهت باربع اهداف لهدف صالح منتخبنا منتخب الفراعنه، سالنا الجمهور رايكم ايه في اداء منتخبنا الوطني الاول. فممكن نستعرض مع حضرتك دلوقتي بعض الاجابات اللي جات لنا من الجمهور على الفيسبوك. ايه الاهلاويه بتقول الشوط الاول طبعا كان كويس، والشوط الثاني اداء متوسط لمنتخب مصر في ظل اللعب امام منتخب ضعيف جدا لسه ما نحكمش عليه دلوقتي الا بعد الماتشات الصعبه زي تونس والمغرب والجزائر. اتفق معاها طبعا. طبعا مليون في الميه. محمد عميش بيقول الشوط الاول طبعا كان كويس، الثاني كعاده جميع المنتخبات العربيه والانديه تراخي وانعدام روح بعد النتيجه الكبيره، ما فيش عندنا طموح نعمل رقم قياسي. حقيقة. مصطفى رأفت بيقول اداء الشوط الاول افضل نوعا ما عن الشوط الثاني، بس ما ينفعش نقيم اداء المنتخب مع الجهاز الفني الجديد من ثاني ماتش، لسه بدري عقبال ما نقدر نحدد اداء المنتخب لما نلعب كمان مع منتخبات قويه زي تونس والمغرب هيبان. احمد عبيد بيقول اداء جميل بس في اخطاء لابد معالجتها في المباريات القادمه، عندنا تونس وهيبين اداء المنتخب الحقيقي عشان احنا ما لعبناش فرق عدله لحد دلوقتي. وبمس عليكي واحب اقول لك الهدف غلطه طارق حامد 90%. شايف الكلام ده ازاي؟ لا 90 يعني خلينا برضو عشان ما نتحملش على طارق حامد. مشاركه من طارق حامد هو السبب الاساسي في الهدف. ولكن محمد الشناوي برضو زي ما قلت لك تقدم بشكل كبير جدا، وده ساعد. صحيح. ان لاعب سوزيلاندا يحرز الهدف بتاعه. هيام بتقول اداء متوسط لمنتخب مصر في ظل اللعب امام منتخب ضعيف. محمد نصف يقول راضي بنسبه 70% الاختبار الحقيقي لاجاري ماتش تونس. ساجد بيقول جيد بس الشوط الثاني انخفض بشكل مبالغ فيه. علاء عصام بيقول اداء جيد بس هيبان اكتر امام الفرق الكبيره. احمد ابو العيله بيقول مساء الخير، اداء جيد الشوط الاول بس الاداء انخفض في الشوط الثاني. محمد جمال بيقول لسه ما نحكمش عليه دلوقتي خالص الا بعد الماتشات الصعبه. وكمان من تويتر محمد سعيد بيقول اداء مقبول امام فريق لا يعرف شيء عن كره القدم. عمرو مهدي بيقول حلو بس هنعمل ايه في طارق حامد. محمد عبده بيقول اداء غير مطمئن. كابتن شادي بيقول شوط اول رائع واداء جماعي، الشوط الثاني لعب فردي واستهتار ما ادى للهدف، منتخب سوازيلاند ضعيف ده راي سمير ايمن، واداء المنتخب مقبول. مصطفى بيقول شوط اول كبير وممتاز، شوط ثاني غير مقنع تماما. عبد الله جميل بيقول اداء ممتاز في الشوط الاول وان شاء الله نفوز في الاياب بنفس النتيجه بكلين شيت. اشكرك جدا على ذوقك. السلام عليكم، اداء ممتع وبتمنى الاستمرار والف سلامه لابو مكه ده رشاد. محمد ابو نوح بيقول اداء
ممتاز جدا الشوط الاول، بس الشوط الثاني مهزوز جدا. الشناوي بيقول اداء مقبول وكان نفسي نكسب اكتر من 4 وما يدخلش فينا اهداف. وعلى الانستجرام اسامه الغريب بيقول الشوط الاول ممتاز والتاني متوسط بعد الاطمئنان على النتيجة، هي دي عادتنا ولا هنشتريها. بشكركم جدا طبعا على مشاركتكم معنا يوميا من خلال تويتر وانستجرام والفيسبوك. شفت بقى طبعا كل الجمهور متفقين طبعا مع بعض، فهموا كورة، عارفين كورة كويس جدا. الشعب المصري ده 90 مليون محلل، لا واعدين 24 ساعة قدام القنوات الرياضية متابعين الكورة، وفي كل كلامهم حقيقة يعني ان النادي ان منتخب مصر في الشوط الاولاني وغير تماما الشوط الثاني، وغير تماما الاداء. يمكن كان كل طموحات، انت بعد ما عشمت الجماهير ب 4 اهداف في الشوط الاولاني كانوا منتظرين من المزيد، ولكن بالعكس كانوا مستنيين على الاقل بقى نخلص 6-8 الاداء تراكم اصلا اداء يعني منتخب مش قومي، منتخب مش مصنف يعني صحيح. تمام. فنتمنى طبعا المنتخب التونسي عنده مباراه النهارده مع النيجر، نتمنى طبعا الفوز. اعتقد لو فاز الماتشين اللي جايين المنتخب التونسي، واحنا لو فزنا هذه المباراه ان شاء الله نصعد لكاس الامم الافريقيه تاني او كاول بقى حسب النتيجه يعني. صحيح. انت عارفه دلوقتي احنا 6 نقاط والمنتخب التونسي عنده مباراه النهارده مع النيجر، لو فاز فيها يبقى 9 نقاط. فنتمنى طبعا المنتخب التونسي يكون موجود مع المنتخب المصري يعني. بنسبه كبيره جدا اكيد المنتخبين موجودين، ولكن احنا عاوزين اداء، احنا عاوزين اداء يعني اداء ونتيجه، ده اللي بيطلبه الجماهير. يمكن اقول لك كان في علامات استفهام على كوبر، كنا وصلنا لكاس عالم ولا كانش في اداء مقنع حتى في كاس العالم؟ صحيح. ما عملناش ولا اداء. انا من وجهه نظري يمكن محمد صلاح اللي ظهر، بس رغم انه كانت والشناوي قدم مباراه طبعا لا قد مباراه رائعه. محمد الشناوي كانت ميلاده مع المنتخب المصري. صحيح. محمد الشناوي يتمنى طبعا الاداء، ويبقى اداء ونتيجه خلال الفتره اللي جايه دي. صحيح. استاذ رامي رجب الناقد الرياضي في الدستور، نورتنا النهارده في كلام في المدينه. انا سعيد كنت موجود معاكي، وسعيد ان اكون في قناه جميله زي قناه النادي الاهلي. استمتعنا بوجود حضرتك معانا، بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه، واشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.